السلام عليكم خوتي المغاربه خوتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مؤخرا كنشوفوا الاسم ديال محمد السادس والنظام ديالو يعني حاضر بقوه في الاعلام الدولي في الصحافه الدوليه. ملي كنشوفوا هذا الشيء في كبريات الجرائد الدوليه وفي الاعلام الدولي والاعلام العالمي كنتسائلوا كنقولوا ياك ما شي انجاز عظيم حققه الملك محمد السادس، ياك ما شي حاجه مزيانه دارها للطفوله للاطفال القاصرين او للشباب، ياك ما تم يعني تحسين ديال المستوى ديال العيش ديال الانسان المغربي، لان ما نقدرش نقول عليه مواطن لان ما كاينينش مواطنين في المغرب. المغربي ليس بمواطن، المغربي هو برعيه، رعيه سي ان سوجي دو روا. اذن كنقولوا ياك ما التعليم تحسن، ياك ما التطبيب تحسن، ياك ما الولوج للشغل تحسن، يعني تخلقوا فرص العمل. ملي كنجيو نقلبوا كنصطدموا بالواقع المر وكنلقاو ان الاجرام ديال الملك محمد السادس، الهمجيه والوحشيه ديال هذا النظام الديكتاتوري ديال الجزار محمد السادس هو اللي كيهضر عليه الاعلام الدولي. كيفاش انه كيتكرفص على الاطفال وكيستعمل الاطفال بوحشيه، اطفال قاصرين في الابتزاز ديالو مع اسبانيا والاتحاد الاوروبي. كيفاش انه هذا الملك كيستعمل جميع الاساليب الخبيثه، الاساليب القذره، الاساليب المنحطه، الاساليب ديال المافيا باش يوصل للمبتغى ديالو، انه باش يبغى يبتز اسبانيا وصل انه كيستعمل الاطفال القاصرين ومنهم ماتوا ثلاثه ديال الاطفال. اذا هادو شكون اللي مسؤول عليهم؟ المسؤول هنا شكون؟ الملك محمد السادس هو اللي مجرم، هو اللي مسؤول على هذا الشيء هذا. وهذا الشيء هذا اليوم كيشوفوا العالم كامل، العالم كامل كيهضر عليه، جميع القنوات، جميع الصحف العالميه كتهضر على هذه الوحشيه ديال هذا النظام الهمجي، النظام الديكتاتوري ديال هذا الجلاد والجزار محمد السادس. لان دابا خاصنا نبداو نسميو الاشياء بمسمياتها. محمد السادس جزار، جلاد وجزار، جزار جزار. لان الخوت فاش كنت كنتعذب في المعتقل السري تمارا، الجلادين تيقولوا لي بلي راك انت في لاباتوار دو سا ماجيستي، هكذا انني انا في الكرنه ديال الملك. اذا الملك المعتقلات السريه ديالو هما عباره عن كرنات، وكما تيقول لي هنا كندبحو كنسلخو وغادي نطحنو غادي تخرج كفته في بواط ديال السردين، راه الجل الازرق ما يعرفش الاثار ديالك. اذا هاد الناس هادو كما كيقولوا يعني هادوك كيتسماو المعتقلات السريه ديال الملك انهم الكرنات ديالو. اذا الملك جزار، خاصنا نبداو نسميو الملك الجلاد والجزار. دونك فوالا، دونك هنا الخوت منين كنشوفوا ان النظام همجي بهذه الطريقه كيستعمل ولادو واولادو ولاد الشعب، هاد ولاد الدوله ديالو كيستعملهم في الابتزاز بهذه الطريقه، بهذه الطريقه الوحشيه واللا انسانيه، فهذا خاصو يتحاكم. الملك محمد السادس خاصو يتحاكم من طرف الشعب المغربي على هذا الاجرام اللي كيرتكب في ولاد الشعب. راه ما بقاتش كاينه شي جريمه اكثر من انك تستعمل الاطفال القاصرين في الابتزاز ديالك، ما يمكنش. ما حتى واحد الناس دابا حايره، العالم كامل حاير كيشوف هذا الشيء هذا ما فاهمش. علاش دابا كبريات الجرائد الدوليه كتهضر على هذا الشيء هذا؟ العالم باسره كيهضر على هذا الشيء. واش عرفتي شناهي؟ وتخيلوا معايا شي دوله دير هذا الشيء، ما عمرنا شفنا هذا الشيء حتى في الحروب، ما كنلقاهمش انهم كيستعملوا هذه الطرق الخبيثه والخسيسه. وهذا كتحل الحدود على ولاد الشعب ديالك، على الشعب ديالك، كتستغل الحرمان والفقر والهشاشه ديالهم وكتصيفطهم هكا كينتحروا يموتوا في الحرب. وماتوا منهم ثلاثه، اذا الملك خاصك تحاكم على هذا الشيء محمد السادس. اذا انت قتال، انت بالاضافه على انك جلاد وجزار ومجرم زدت عليها قتال. خاص الشعب المغربي يعرف بان المسؤول الاول والاخير على جميع الانتهاكات ديال حقوق الانسان في المغرب، على جميع هذا الظلم هذا اللي كيطرى للشعب المغربي، السبب ديالو هو انت. انت المسؤول على هذا الشيء كامل، انت هو المسؤول. وخاص الناس تفهم بان الملك محمد السادس ليس بشخص مقدس، با هو انسان خاصنا نكريتيكيو، هو انسان استغل واحد السلطه، استغل يعني ما تصوت عليك حتى واحد، ما غانتخبك حتى شي واحد، جيتي فرضتي راسك بالاجرام ديالك، فرضتي راسك بالقوه وبالابتزاز على الشعب المغربي. هادشي اللي درتي، فرضتوا راسكم ابا عن جد بالاجرام ديالكم معروف،
فرضتوا راسكم على الشعب المغربي وكتحكم الشعب المغربي بالخلعه بالقرعه بالاغتصابات بالتعذيب بالتعري الناس بتسجن الناس. هادشي باش حاكم انت المغرب صافي. هادشي اللي كاين الناس كتخاف منك لانك نوتي فيهم الرعب يعني بالاغتيالات بالاعتقالات التعسفيه بالاغتصابات بالتعذيب بالتفقير بالتجهيل. هادشي اللي درتي هادشي باش حاكم انت الشعب. سينا ما تقدرش تحكم مهما صوت عليك حد ما اختارك حتى شي واحد على محمد السادس. راهنا دابا نديرو استفتاء دابا نشوفو شكون اللي باغيك تبقى في الحكم وشكون اللي ما باغيكش تبقى وغادي تطير بالزربه غادي يديروا لك هكا بسلامه. عارف راسك انت حاكم المغرب بالقوه حاكم المغرب بالهمجيه بالعنف بالابتزاز بالوحشيه. هادشي باش حاكم انت المغرب. وهنا خاص الشعب المغربي يفهم باللي انك انت ما عندك حتى شي حاجه فيها القداسه. ماشي لست بشخص مقدس. انت انسان عادي انسان مغربي كتاكل بحالك بحال الناس عندك يدين بحالك بحال الناس كتوضى بحالك بحال الناس كتستحمم بحالك بحال الناس كتمشي للطواليت بحالك بحال الناس. دونك ما عندكش شي حاجه خارقه للعاده اللي نتايا كتميزك على هاد الناس الاخرين. وبالعكس ان الملايين ديال الشعب المغربي هما احسن منك لانهم هما ليسوا بمجرمين ليسوا بشفاره. ماشي كيشفروش الثروه بحالك ما كيسرقوش الفلوس بحالك ما كيهربوش الثروه بحالك ما كيعذبوش الناس بحالك. يعني هما انظف منك واشرف منك واحسن منك. خاص الشعب المغربي يفهم ان الملك محمد السادس هو موظف عند الشعب المغربي. الشعب اللي عنده لا بوفوار الشعب اللي عنده القدره. راكم شفتوا الخوت وكنعاودوا نهضروا على هذه القضيه. راكم شفتوا في 2011 منين خرجوا الناس للزنقه وكان الرابع العربي والناس بدات كتحرك وكل شيء. منين خرج الشعب المغربي خرج كامل لبرا وشاف الملك على اساس بداو كيطيروا بداو كيطيحوا دوك الديكتاتوريين بداو كيطيحوا بحال لي بيون واحد مور واحد. تما ديك الساعه الملك خرج وتواضع وخرج وبدا كيهضر معاكم بشعبيه العزيز وبدا كيعدل في الدستور وبدا كيدير وبدا كيفعل. دونك هنا باش تفهموا ان الملك كاموني الا ما تحكش ما غيعطيش الريحه. كاموني اتايش خرج الشعب بحال هكا يطنطنوا عاد غادي يخرج يبدا ينقز يبدا يجري وينقز يبدا يقول لكم اش نخصكم غادي يدير بحال داك العفريت. غير ملي حد الشعب غادي يخرج الملك بحالو بحال داك العفريت ديال علي بابا غتحرك بحال حركتي داك المصباح. غادي يخرج لكم الملك يقول لكم شبيك لبيك انا عبدكم بين يديك شنو بغيتو نديرو نعدلو شي دستور نعاودو نعدلو شي لعيبه من هنا ولا من هنا. راه مالو اخص المحاكمات اخص هذا الملك يجي يتحاكم على هذا الاجرام ديالو صافي سالينا. هادشي هذا ما خدامش. دونك هنايا الموضوع الاساسي اللي خاص الشعب المغربي يفهموه ان محمد السادس موظف عند الشعب المغربي وكيتخلص بزاف الفلوس كيتخلص من رزقنا رزق الشعب المغربي حنا اللي كنخلصوه. اذا ما يمكنش واحد موظف عندنا وحنا غنبداو نبداو تقدسوا فيه. اصافي هذاك موظف عندنا الا ما دارش شي حاجه خاصنا نجيبوه نحطوه اجي لهنا والمساءله والمحاسبه ولا ما كانش ياكل الطنطين ويدوز للمحاكمه سي كوم سا. دونك راه هنا ملي كنهضروا راه كنهضروا حتى مع هذيك الفئه مع الفئه ديال النخبه هاد الناس المثقفين هاد الناس اللي تيقولوا على راسهم مثقفين واللي تيقولوا على راسهم سياسيين وهذا النخبه ديال النخبه ديال البلاد. ايوا فينا هي النخبه فينا هي النخبه. علاش هاد النخبه ما تخرجش تهضر على هاد الاجرام هذا ما تنوضش تندد بهذا الشيء هذا هاد الاجرام هاد التعذيب هاد الشيء كيفاش هاد الشيء هذا علاش هاد الشيء مازال كيتمارس التعذيب هذا مالاش علاش ملي كنهضروا على هاد الشيء جاتي 10 سنين وحنا كنهضروا على التعذيب وهاد الشيء هذا. علاش هاد النخبه ما خرجتش تهضر علاش هاد الناس ما كيخرجوش يهضروا على هاد الشيء وينددوا بهاد الشيء هذا ويقولوا ستوب ما يمكنناش نبقاو نعذبوا بنادم ما يمكنش. كيفاش كتفكر ان بنادم مازال كيتعذب مازال بنادم كنشدوه نغبروه من المطار نديوه نحتجزوه نعريوه نعذبوه نعلقوه كيفاش هاد الشيء هذا؟ كاين وحدين اخرين ها اللي كتخشيو فيه القرعه كتغتصبوه بالقرعه كتغتصبوه بالعيصي كيفاش هاد الشيء؟ كيفاش هاد الشيء هذا مازال كاين وفينا هي النخبه علاش ما كتخرجش تهضر؟ علاش ما كتخرجوش تهضروا؟ المنافقين. اذا انتم راه مشاركين حتى انتم في هاد الجريمه راه اي واحد ساكت راه مشارك في هاد الشيء هذا راه كتشارك بدون ما تحس. اذا ملي كنقولوا لكم خرجوا تضامنوا مع الناس راه ما كنطلبوكمش راه ماشي كنقولوش لكم خرجوا تضامنوا مع الضحايا زعما راه محتاجين الدعم ديالكم ولا محتاجين التضامن ديالكم. راه محتاجين حتى حاجه راه محتاجين حتى شي تضامن ولا شي حاجه عادين براسنا. راه هذيك ملي كتخرج راه ما كتضامنش معايا كشخص
راه كتضامن مع القضيه، كتضامن مع راسك انت الاول، راه الا تضامنتي معايا انا ومع هاد لا فيكتيم ومع الاخر اللي تعذب ولا هذا باش ما يبقاش التعذيب، راك خرجتي باش تهضر على حقك انت، لان الا فضحنا هاد الاجرام هذا وهاد التعذيب ما غيبقاش التعذيب من هنا لقدام، الا تحاكموا المسؤولين وداكشي ما غيبقاش، اذا انت ما غتعذبش ولدك ما يقدرش يتعذب، يعني ما غاديش يكون واحد الاحتماليه انك تقدر انت تعذب خوك ولدك مرتك، يعني راه بهذا الشيء هذا باش كيتحيد. ما ملي كنقولوا لكم يعني خاص بنادم يتضامن مع الضحايا، يتضامن مع الناس، خاصنا نخرجوا نهضروا مظاهرات نيمبورت كوا، خاص الواحد يخرج ويوضح يقولوا ستوب لهذا الشيء هذا، خاص بنادم يبين لهذ الدوله لهذا النظام الهمجي القمعي ان الناس ان المغاربه ما موافقينش على هذا الشيء هذا، راه ما يمكنش ملي غنعذبوا شي انسان راه غادي نتضامنوا معاه وراه غادي نخرجوا نقولوا ستوب ما خاصش بنادم يتعذب، ملي غادي نتحرشوا بالمراه المغربيه غادي نخرجوا عاوتاني نقولوا ما خاصش بنادم يتحرش بالمراه المغربيه، لان اليوم ما عاستكش انت ولكن غدا يقدروا يتحرشوا لك بمرتك، غدا يقدروا يعذبوا لك مرتك، غدا يقدروا يعريوا لك بنتك او لا مرتك في الكوميساريات، لان راه الكوميساريات راه حولهم المخرج البورنو عبد اللطيف الحموشي راه حولهم كاملين الاستوديوهات البورنو، دونك راه هادشي راه ولا باين عاين باين، اذا هنا راه علاش على هادشي تنقول لكم خاصكم تضامنوا، راه على ودكم نتوما، راه على ود كلشي، ماشي تجي فيك عاد كتبقى تهضر، راه خاصها باش ما تجيش في واحد اخر، وراه هادشي اللي كندابزوا معاهم عليه منذ سنين، ديال ان الجلادين والهادو المسؤولين في التعذيب ديالي وهو الشفار والنصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص الملك والمجرم والخبيث الجلاد ومخرج البورنو عبد اللطيف الحموشي، راه كلشي راه الملك يعني راه كلف وزير الداخليه ديالو محمد العنصر، كلف المدير ديال التشريفات الملكيه والاوسمه ديالو عبد الجواد بالحاج، يعني راه كلف هاد الناس كاملين باش يحطوا الفلوس، راهو بداو معايا بجوج المليون د الاورو وصلوا معايا حتى 6 مليون د الاورو، ولكن قالوا لي خاصك تو دوا كومبوزي افيك منير المجيدي وعبد اللطيف الحموشي، يعني خاصني نتفاهم مع الجلادين ديالي، وراه كنعاود نقولها لكم راه والله الملايير ديال الدنيا والدين والله لا فكاتكم معايا، انا راه عندي المحاكمات والو والله وما تحاكمتو والله لا تفكيت معاكم، لان انا هادشي كنديرو باش التعذيب ما يبقاش يعاود، ما تبقاوش تقدروا تعاودوا تعذبوا شي واحد اخر، باش يكون لكم درس اللي ما عمركم شفتوه في التاريخ، فهمتي هذه اللي غادي تكون لكم، انه راه ما كاينش المفاهمه والو، غتبقاو حياتكم كامله الشيء الا ما كانتش المحاكمات غتبقاو حياتكم كامله مخبين، راك حتى نتوما في الحبس، راه المغرب راه حبس كبير، راه حتى نتوما في الحبس، راه ما تقدروش تخرجوا لكندا، ما تقدروش تخرجوا لفرنسا، ما تقدروش تخرجوا لميريكان، ومنين غادي يموت الملك محمد السادس راكم عارفين المصير ديالكم ديك الساعه، ديك الساعه المغرب راه ما تقدروش تبقاو فيه، رجعوا للتاريخ، راكم شفتوا دريس البصري، راه كان هو داير فيها من ربهم الاعلى في ديك البلاد، يعني ما كاينش اللي كيهضر، وراك سمعتوا شنو بدا تيقول لهم في الاخر، تيقول لهم انا يعني هذيك كانت السياسه ديال كنطبق السياسه ديال الملك ديال الحسن الثاني، اذا انت وهذاك مازال راه عنده لا شونس كان مشى لفرنسا، اما انت الحموشي والمجيدي فرنسا ما تحلمش بها، راك عارفين تما راه كتسناكم 30 عام 40 عام ديال الحبس، باش تكونوا فاهمين، تكونوا فاهمين غيبقى لكم شنو الا بقيتوا في المغرب غادي يحاكموكم في المغرب، دونك غتبغيو تهربوا لشي بلاصه فين اوروبا ما يمكنش، كندا ما يمكنش، امريكان ما يمكنش، واش غيبقى لكم؟ غتبقى لكم شي دوله عربيه ديكتاتوريه حتى هي بحالكم لا تقدر تستر عليكم، يعني غتخرجوا من المغرب من داك الحبس ديال المغرب غتمشيو لشي حبس واحد اخر عربي صغير تبقاو فيه، دونك فوالا هذا هو المصير ديالكم، هذه هي النهايه ديالكم، والله لا تبرعتوا بديك الفلوس اللي جمعتوا بداك الشيء اللي درتوا، والله لا تبرعتوا به، ما عندكمش فين تمشيو به باش نكونوا فاهمين، هذا راه قلت لكم راه انا والله لا فكاتكم معايا الملايير ديال الدنيا والدين، والله لا فكاتكم معايا المحاكمات باش نكونوا متفاهمين، والو انا مرتاح، انا لا خصاتكم نتوما الفلوس انا نزيد نعطيكم الفلوس، نهاري انا اجي نحاكمكم، اجيو للمحاكمات، اجيو تواجهوا معايا نخلصكم انا، اجيو تواجهوا معايا، اجيو تواجهوا معايا قدام العذاب، راكم عارفين المجرمين والله وقفتوا امامي، امام اي محكمة دولية هي ما سبتكم من 30 عام 40 عام ديال الحبس، وهادشي راكم عارفينه، الجلادين المجرمين المخرج البورنو. دونك هنا غنرجعوا للملك محمد السادس، دونك انت راك مسؤول على هاد المجرمين، وانت راك اكبر مجرم لانك انت اللي معينهم، هادو راك انت كتخدم معاهم مباشره، راك كتعينهم مباشره، وهذا راه في قاعه ديال التعذيب تيقولوا لي حنا هادو الجلادين رجال الحموشي
اللي كانوا كيعذبوني بحضور الحموشين اللي شفتو في قاعه التعذيب بعينيا شفتو. دونك شنو تيقولوا لي الجلادين؟ تيقول لي حنا راه ما تابعين لا الداخليه ولا الوزاره، حنا راه تنخدموا مباشره مع الملك، وهذه راه الاوامر ديال الملك والاوامر ديال المنير المجيد. اذا ها الجلادين كيتحماو بالملك ديالهم، الملك كيحميهم. عمركم شفتوا ها الملك اعترف بالتعذيب؟ عمركم شفتوا نصف شي واحد من الضحايا؟ عمركم شفتوا حاكم شي جلاد؟ راك شفتوا شنو دار مع عبد اللطيف الحموشي مع هذا الجلاد؟ راه هرب من فرنسا، الاخر هرب من فرنسا، والملك جا سد العلاقات ما بين جوج ما بين فرنسا والمغرب لاول مره في التاريخ، في التاريخ ديال ليستوار ديال المغرب وفرنسا العلاقات كيتوقفوا لمده عام، ما بقاتش شي حاجه شي ورقه كدوز هكا ولا هكا، العلاقات تقطعات مده عام. دونك هنا باش تعرفوا ان محمد السادس هو المسؤول على هادشي كامل، هو اللي بروتيج هاد لي توكسيونير، هو اللي كيضمن لهم الحمايه، كيضمن لهم الافلات من العقاب. اذا هو حتى هو غادي يجي مع راسه للمحاكمه. دونك سي كومسا. وهنا غادي نتوجهوا غادي نهضروا مع واحد الفئه ديال العياشه والطباله والغياطه اللي كيطبلوا لهذا النظام صباحا مساء، اللي كيقدسوا الملك اكثر من الله ديالهم، عندهم الملك هو الله. اذا هادو كيهضروا على راسهم تيقولوا على اساس انهم مسلمين، وقال لك الناس كتصوم رمضان وكدير وكيهضروا الاسلام، ما فهمتش انا هذا الاسلام. كيهضروا كيقولوا على انهم مسلمين ولكن كيعبدوا انسان. ياك في الاسلام حرام تعبد البشر، ياك 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 الركوع والسجود لله وحده. ايوا فينا هادشي ما فهمتش. وهاد العياشه هاد المرتزقه هاد الخونه الحقيقيين هادو هما الخونه والمرتزقه، هما هادو اشباه هاد كتشوفوا مع الطباله والغياطه، هذا فقير هذا الاخر الرمضاني، هادو اللي كيردوا الصفعات اللي كتنزل على الوجه ديال محمد السادس، ها صفعه من فرنسا ها من اسبانيا ها من المانيا ها من امريكان، الصفعات تتنزل عليه من جميع الطرق، وكيخرجوا لك هاد العبيد تيبداو يردوا داك الشيء انه انجاز. وقال لك الملك افرع اسبانيا، الملك قمع المانيا. الله ودي واش كيسحب لكم عايشين الناس في شي كهف ما فيه لا تليفون لا انترنيت لا جورنال لا والو، كتكذبوا على الناس بهذه الطريقه هذه. والمخاطر هو ان هذا النوع هذا انتم كتعبدوا المخزن، كتعبدوا الملك، كتعيشوا ليه، والمخزن عاد كيزيد يحتقركم انتم. انتم ما عمر المخزن غادي يعترف بكم، غتبقاو ديما هذه العبوديه، والنهار اللي غادي يبغيو يطحنوكم غادي يطحنوكم اكثر، لانهم عارفينكم خبيثين، عارفينكم كذابه، عارفينكم حقيرين، عارفينكم عبادين الدرهم. واش ملي كتشوف راسك كتشوف راسك انك راجل، انت اللي كتعبد انسان وكتطبل ليه وكتحني راسك، لا كتحس له الصباط ديالو. واش كيفاش كتشوف فيك مراتك؟ واش مراتك كتشوف فيك على اساس انك راجل؟ واش ولادك كيشوفوا فيك على اساس انك راجل؟ بغيت نفهم. ملي كتشوف انت راسك في المرايه اش ما كيبان لكش راسك انك حقير، انك كتقوم بواحد الدور خبيث، انك كتبدا تهضر على الاحرار والحرائر كتنعتهم بالخونه وبالمرتزقه، وانتم هما المرتزقه والخونه. الكرامه ما كايناش عندكم، الشرف ما عندكمش، لان ما يمكنش. كيفاش غتحس براسك انك كيعطوك التعليمات بنادم تيقول لك يعني مسيرين، دير هادي قول هادي قول هادي، وكتعبدوا البشر كديروا داكشي. يعني هنا باش نقول لكم راه اللي بايع الضمير ديالو ورا تبيع ولدك بنتك مرتك امك تبيعها. اللي بايع الضمير ديالو انت الضمير ديالك بعتيه، بايع راسك رخيص. اذا عاد هذاك الشيء اللي حداك مراتك وهذا راه تهديهم انت، ماشي تبيعهم، تهديهم باش تقربوا من السلطه، هذا الشيء راه معروف. وهنا الخوت بغيت نطرق لواحد الموضوع اخر، هو كاين واحد الشخص كيقول على راسو انه معارض، يعني مناضل معارض للنظام، وكنشوفوه في دي فوا في لي فيديو فاش كنديروا شي فيديو كيخرج كيبدا ينتقد. واش هذا عمل جدي؟ راه هضرت على هذا الموضوع هذه شهرين، واش حنا دايرين كومبيتيسيون؟ وتهضر عليه تاع عام هادي، على انت اللي هضرتي عليه ما يهضروش على الناس الاخرين ولا شنو؟ وعادي زدنا نهضروا ونشوفوا كيفاش انت باغي تعطي الدروس وانت واخد الفلوس من عند مولاك هشام، وانت عبد ديال مولاك هشام اصاحبي. هو ما فهمتش انا هذه، ما فهمتش انا بنادم شاد الفلوس من عند مولاه هشام وكيجي كيدير فيها هذيك اللعبه بطال وكيهضر انه مستقل وهذا. وراك انت وليدي راه ماشي ديال راسك، راك ماشي مستقل،
راه مادام خديتي الفلوس من عند مولاك هشام راك تتحرك بالتيليكوموند. راه الا قال لك مولاك هشام هضر على هذا الموضوع ولا هضر على هذا الموضوع راه تهضر عليه. راه ما تقولش لي انها راه ما فهمتش انا هذه. انت ما باغيش كتقول ما باغيش المالي ولكن باغي مولاك هشام. ما مفهومش انا هذا الشيء عندكم اصاحبي. دونك انا هذه ما كنفهمهاش. كيفاش انت كتمجد في مولاك هشام وكتخرج تدافع على مولاك هشام وشاد الفلوس من عند مولاك هشام اصاحبي؟ كيفاش شاد الفلوس اصاحبي؟ ما فهمتش. وراك كتخرج دير فيها بطال وكتعطي لها وكتعطي الدروس اصاحبي. ما فهمتش انا. سير استحيه اصاحبي. استحيه 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 اصاحبي. ما تبقاش تنقص تهضر مع الاحرار والحرائر اصاحبي. ما تبقاش تطير من بلاصتك. راك كتنقص بزاف. انا عطيتك هذا الميساج بطريقه انديريكت وراك غتفهم علاش كنهضر. ونزيدك واحد الحاجه، كنشوفوك كتمدح في سميره الداودي وما كنفهمش انا واحد الانسان كيمدح في سميره الداودي اللي خدامه في شوف تيفي. اذا ما وكتقول على راسك مناضل ومعارض. ما فهمتش انا هادشي. هذا ما مفهومش هادشي ديالك اخي. ما مفهومش. المهم انا راه هضرت معاك بهذه الطريقه اليوم. نتمنى الميساج يكون وصل. ولا ما عقتيش براسك المره الجايه راه غنجيك فاس. انا راه غنجيك فاس ديريكت. غادي نحطك بالسميه وبالصوره وغادي نطنطنك. باسكو انا اللي عاطيني شي درهم يجي نتحاسب معاه فيها دابا. يديها مدوبله باش بلا ما نبقاو. انت ولدي سير خليك مع داكشي ديال مولاك هشام الا غتاخذ من عنده شي مليونات. خليك الا غتعرض على شي وحده تجي تفرق معاك المنشورات. خليك مع هادشي ديال سميره الداودي ديال شوف تيفي. ما تبقاش تلاح بزاف. انا ما غاتنفعكش معايا ديك الهضره اللي كتقول ليهم. كتكتبها حيت كنشوف كتكتبها. كنت كتكتب انا واعر انا مجهد انا قافز على المخزن انا واعر. راه الكلب عندي واعر انايا. عندي الكلب واعر كيعض كاع انايا راه عندي. دونك انا الخوت هذا الشخص هذا نتمنى يكون وصلوا الميساج. هادشي اللي بغينا الا فهم راسو. هادشي اللي بغينا الا ما فهمش راسو كثر وبدا مازال غادي في هاد البساله ديالو في هادشي هذا التخربيق ديالو. راه غادي نجيبوه غادي نحطوه بالاسم وبالصوره وغادي نوضحوا كاع هادشي ديالو العلاقه ديالو مع مولاه هشام وهادشي اللي خدا. وغادي نشرحوا بزاف ديال التفاصيل ديالو فوالا. وهنايا غنرجعوا للاساسي هو يجب محاكمه الجلادين. المحاكمات الخطره هما الحل. هما اللي غادي يحبسوا هاد يعني هاد الاجرام وهاد التعذيب وهاد الشيء ديال العنف وهاد الشيء ديال الاغتصابات. راه من غير المحاكمات راه ما غاديش تكون شي حاجه. راه ما يمكنش تحبس شي حاجه غير بالهضره او لا عفى الله عما سلف. هذاك التخربيق الخاوي وديال لا هنا خاص المحاسبات والمحاكمات. هذاك الشيء كامل ديك الهضره كامله كلوها ما عندنا ما نديرو بها. خاصنا ربط المسؤوليه بالمحاسبه. درتي الدنت حتى لا وباق صغيط لا سي كوم سا. هذا الشيء اللي خاص يكون. هذه هي الثقافه اللي خاصها تكون عند الشعب المغربي. اجي نتحاسبوا اجي نتحاكموا صافي سالينا كاينش الهضره. دونك هنا كنعاودو نقولو يجب محاكمه الشفار والنصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الملك محمد السادس. ويجب محاكمة الجلاد والخبيث والمجرم مخرج البورنو عبد اللطيف الحموشي وعلى رأسهم المجرم الكبير هو الملك محمد السادس اللي كيتسطر على هذا الإجرام ديال هاد الناس هادو وبذلك كيتسمى أنه من أكبر المجرمين. وهنا قبل ما نختمو كما العادة أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الملك محمد السادس؟ أين هي الأميرة سلمى المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليقها الملك محمد السادس؟ خوتي المغاربة خوتي المغربيات نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقة المقبلة. السلام عليكم. مع السلامة.